أهلا وسهلا بكم في شباب توك من قلب العاصمة الألمانية برلين. موضوع حلقة اليوم: أنا شاب جزائري، هل يحكمني بوتفليقة مدى الحياة؟ لا للعهدة الخامسة، أي لا للولاية الخامسة. نريد رئيس يستطيع التواصل معنا، يحارب البطالة والفساد، يسمح لنا بالتظاهر والتعبير عن رأينا. هذا ما يقوله بعض الشباب الذي يرفض ترشح بوتفليقة ويدعو لوقفات احتجاجية ضد ترشحه، في حين هناك شباب آخر يعتبر بوتفليقة أنه يمثلهم، ويقولون بفضله أصبحت الجزائر مستقرة، مكن الشباب من مناصب أكثر، أرقام البطالة تراجعت، هناك حريات والتظاهر مسموح به. إذن في رأيين، لذلك أريد أن أسأل اليوم: أي رئيس يريده الشباب الجزائري؟ إذن هذا هو سؤال اليوم. أما من هم ضيوفي، سعيد أن يكون معي في الاستوديو ناشط حقوقي جزائري يعيش في فرنسا، ويقول هذه ليست انتخابات بل هي كرنفال، هذه مهزلة حقيقية. أهلا وسهلا صالح حجاب. شكرا على الاستضافة. يا هلا. من برلين أنتقل إلى العاصمة الجزائر، وسعيد أن يكون معي مصور فوتوغرافي ومخرج جزائري، ويقول: أنا أبلغ من العمر اليوم 29 سنة، أشعر أني أدور في حلقة مفرغة، آكل وأشرب وأنام وما عندي أي يعني إمكانية من تحقيق أحلامي. أهلا وسهلا بلال غليد. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. يا هلا. نبقى في الجزائر، وسعيدا ينضم إلينا منسق في اللجنة الوطنية للدفاع عن العاطلين عن العمل في الجزائر، ويقول: بوتفليقة أغلق الأبواب، أغلق أبواب الأمل في وجه الشباب. أهلا وسهلا عادل الشتي. أهلا وسهلا. يا هلا. وسعيد أيضا أن ينضم إلينا عضو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، أي الحزب الحاكم، وهو أيضا عضو الحملة الإعلامية الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة. أهلا وسهلا وليد بن قرون. أهلا وسهلا. يا هلا، أهلا وسهلا بك. وأيضا سينضم إلينا في خلال الحلقة، عم نحاول مفترض يكون معنا الآن يعني، بس ما قدرنا نتواصل معه، وهو مالك بن قاسم، عضو بأمانة الإعلام المركزي لحزب جبهة التحرير الوطني، حتى يكون هناك في أصوات مختلفة وأيضا التوزيع يكون معتدل. هنا علي الجدير بالذكر أنه حاولنا أن تكون معنا اليوم سيدة شابة أن تشارك معنا، ولكن كان من الصعب الوصول وإقناع بعض السيدات المشاركة اليوم، لذلك لكل مشاهدينا بالجزائر راسلونا وقولونا اللي حابب يشارك معنا. طبعا نحن دايما نرحب بهذا، وعلي ذكر هذا الأمر لأنه البرنامج طبعا يدعم المساواة بين الرجل والمرأة، ويكون في توزيع أيضا بين الضيوف، لذلك ذكرت هذا الأمر. نبدأ الآن الحوار، ونبدأ مع التقرير الأول عن الجزائر اليوم. وفي بعض الشباب إذا كان عمره 20 سنة ما بيعرف إلا رئيس واحد، خلونا نتعرف على هذا التقرير.
إذن تعرفنا بالأرقام والحقائق على الوضع اليوم في الجزائر من ناحية الحريات، من ناحية الفساد، من ناحية البطالة، من ناحية الوضع الاقتصادي، السماح بالتظاهر أم لا، يعني آخر ما حدث آخر 20 سنة. أنت اليوم صالح بتقول تعتبرها مهزلة وكرنفال، شو قصدك؟ أنا ما أقصده بهذا الكلام أن الجزائريين منذ الاستقلال، استقلال 5 جويلية 1962، لم يختاروا رئيسا واحدا. كان هناك رؤساء سواء يأتون عبر الدب فوق الدبابة أي انقلابات عسكرية واضحة الملامح، أو يأتون بالتزوير مثل ما جاء السيد بوتفليقة عندما فرض سنة 1999 من طرف العسكر، وقامت الشخصية الستة التي كانت مقابلة وقامت بالانسحاب لأنها فهمت أن اللعبة، أن يعني القضية محسومة، ولكنه بقي رئيسا وبقي بعدها، ثم عدل الدستور 3 مرات، الدساتير التي لا تعدل بالقرون في الدول الأخرى، لكي يبقى رئيسا مدى الحياة. هذه تاريخيا أعطيتني معلومات تاريخية من حسب ما تقول وحسب رأيك، يعني ممكن يختلف البعض الآخر. أنت شخصيا كشاب اليوم جزائري، ليه لا تريد أنه يترشح؟ ليه؟ المشكل ليس لا نريد، يجب أن نضع الأمور يعني في مكانها. هناك من يقول لنا من جهة السلطة عندما تقولون لا نريد أن يترشح إنكم ضد الديمقراطية. المشكل أنه السيد مريض، لو كانت هناك مؤسسات وهناك ديمقراطية حقيقية لرفض ملفه سنة 2014، ولكننا في أمام آلة تزوير كبيرة جدا هو الذي عين. ليه يرفض ملفه برأيك؟ لأنه مريض، لأنه طيب. لا عاجز، لأنه لا يتكلم، لأنه فاقد للوعي، لأنه لم يقل للشعب الجزائري منذ 6 سنوات صباح الخير يا جزائريين. طيب، ولكن ضيفي وليد بن قرون يقول يعني إذا والدك اليوم مريض ما بتخليه يحكم؟ أنا أقول الصديق الكريم، إذا كان والدك مريض ويقود الطائرة، هل تتركه يقود الطائرة ويقتلك أنت والركاب؟ هي قضية الوالد في مكان والمسؤول في مكان، نحن لسنا في قضية إنسانية. ونقطة أخيرة، سنة الحياة هي الضعف، القوة الضعف، هم يكفرون بسنة الحياة، أي أنهم يظنونها قوي. وليد تفضل، حق الرد. أولاً مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام، تحية للشباب العربي ولكل شباب العالم. إن مثل هذه التصريحات دائماً تكون يعني صادرة من طرف شباب مغيب أو مخذر فيسبوكياً من طرف يعني رواد الجيل الخامس الذين يريدون أن يصنعوا فكر مغاير من أجل تحطيم دول كبرى مثل الجزائر ومثل ما حدث في ليبيا وسوريا وغيرها. نحن في جبهة التحرير الوطني ومنذ قدوم السيد فخامة رئيس الجمهورية سنة 1999 بإرادة شعبية، بمباركة شعبية يعني كان يلتف حوله كل شرائح المجتمع، أسرة ثورية، طلبة، أحزاب ذات وزن. أما مثل نحن في بلد ديمقراطي، الشباب له الحق في التعبير، طيب يتكلم بما يشاء، طيب إذا بتقول ما يشاء. نعم. وهذا جراء، عفوا، هذا جراء، هذا جراء، جراء الإصلاحات القانونية. عفوا سيدي الكريم، وصلت الفكرة، لأنه بدي أقول لك أنت اليوم شاب فيسبوكي مغيب، ما عندك أي فكرة حسب ما يقول، شو بتقول له؟ التي قام بها رئيس الجمهورية. بدي أعطي وليد، بدي أعطي أنا حق الرد، يعني أنا لأنه اليوم مش عندي خطاب، أريد حوار، فنعطي حق الرد وبرجع لك. أوكي؟ تفضل. نعم، هم صار هم اليوم فيسبوك كان الطريقه للشباب لكي يتواصل ويرى الحقيقه. هم صاروا يتكلمون عن فيسبوك وكانه وحش، ثم يشبهوننا ويتكلمون عن سوريا وعن ليبيا. كلما تكلم الشعب عن اختيار رئيسه، اقول له الشعب لم يختار رئيسه، السيد الرئيس قام بكرنفال انتخابي سنه 1990، انسحب الاخرون. نعم. فكيف تتكلم عن الشعب؟ خلينا عشان ندخل أيضا ديوفي. بلال، أنت اليوم شاب عمرك 29 سنة، قلت لي أنا اليوم عم دور بحلقة فارغة، زهقت، مليت، حاسس حالي ما عندي أي قيمة، ليه؟ لأنه من اللي عرفت يعني من اللي كبرت وأنا وعاني من البطالة، ما لقيت عمل، ما لقيت تكوين يعني في الدراسة،
كان الوضع سيء جدا، والوضع المادي للوالدين كان سيء جدا، ما تركني أني أترك الدراسة وأبحث عن العمل وأبحث عن تحقيق أحلامي، ودخلت في الميدان السمعي البصري وحاولت أني أكون مخرج وحاولت أني أبحث عن تكوين في هذا الميدان. ولحسن لا يوجد مدارس تكونني في هذا الشيء. طب شو خاص بلال، شو خاص الرئيس بوتفليقة بالموضوع؟ هو السبب في الوضع الحالي اللي راه يمر به الشباب الجزائري. يعني انا احكي على نفسي واحكي على الشباب الجزائري اللي مثلي الاف هنا في الجزائر، اللي ما لقاوش لم يجدوا الطريق لتحقيق احلامهم، لانه رانا نعيشوا كالعبيد، ناكل ونشرب ونرقص. بس ما دخله هو يعني وين اللوم عليه؟ لماذا عم تلومه له؟ اعطيني شو السبب. صنع هذا النظام، هو اللي حطم القاعدة، ما صنع لنا قاعدة للشباب اللي يطلع عليها، حطموا التعليم، حطموا الشباب. يعني ما تلقاش حل هنا في الجزائر باش تتقدم في حياتك وتكون أسرة وتكون حياتك وتحقق أحلامك. أن بوتفليقة كان السبب، لأنه هو اللي صنع هذا النظام وهذا المهزلة اللي رانا. طيب عشان نتعرف، عشان أعرف أكثر عنك بلال، أنت اليوم من وين بتعيش؟ يعني من أين تجني المال؟ اليوم قاعد بمنزلك، نحن شايفينك أنت قاعد ببيتك، أو قاعد وين؟ من وين عم تعيش؟ كيف تدفع أجار البيت؟ يعني أنا بشتغل كثير مع الأجانب، يعني في أجانب يجون الجزائر بيعملوا ريبورتاجات وبيشتغل معهم، يعني وبعض شركات الإنتاج هون في الجزائر، اللي بعض الأحيان أصيب مشروع خطرة في الزمن. مشروع بس طيب وين المشكلة؟ وين المشكلة لكن؟ المشكلة هي إنه في هذا الميدان، يعني في الميدان تاعي في السمعي البصري، كل شركات الإنتاج الكبرى اللي تأخذ المشاريع هم أبناء مسؤولين وأبناء وهم في مناصب كبيرة ويأخذوا كل مشاريع، وإحنا ما نأخذ شيء. يعني نتفرج نخدم خطرة في العام قسمة. طيب لما إذن وصلت الفكرة بلال، إذن تتحدث عن المحسوبية عن الفساد. وليد ردك على بلال. دعني أرد من فضلك ردي على أخوي وشقيقي بلال والأخ الآخر من فرنسا. ما تعليقكم على نجاح 3 ملايين شاب جزائري في إنشاء مؤسسات مصغرة تحت مسمى مؤسسات أونجام وكناك؟ وما تعليقكم عن هذا؟ ما تعليقكم عن تخرج 7 ملايين شاب جزائري هم الآن موظفون في المؤسسات الحكومية والخاصة؟ طيب. ما تعليقكم عن الشباب الجزائري الذي تجاوز 1,700,000 مستثمر أنشأوا طيب مستثمرات فلاحية، ونحن الجزائري اليوم نأكل من سواعد أيديهم؟ أوكي. لماذا تقاطعني أخي الكريم؟ لا أنا مش عم قاطعك، أنت عم تسأل سؤال عشان ما يكونوا عدة أسئلة. نعم. لح أخذ السؤال لإلك وحوله لضيوفي، مش الهدف يكون في بس الحوار، لأنه سألت سؤال بدك رد عليه ولا لا؟ حابب تسمع جواب؟ لا السؤال هو في صيغة الإجابة عن هؤلاء. طيب أنا لا أريد إجابة من عندهم. طيب أنا أريد توضيح الرأي العام الذي يعيشه الشباب، الوضع العام الذي يعيشه الشباب الجزائري اليوم. بس أنا ما فهمت عليك، أنت حابب تسأل السؤال وترد عليه كمان؟ هو يجيب في صيغة تساؤل. لا، هذا سؤال بصيغة إجابة عن كل ما تفضل به الإخوة. طيب. ما تعليقهم هم وكل شباب جزائري عن 3 ملايين شاب جزائري أنشأوا مؤسسة مصغرة أنساج بدعم من الدولة؟ طيب هو عنده ما تعليقهم عن 7 ملايين شاب جزائري تخرجوا من الجامعات ومعاهد التكوين المهني؟ نعم. ما تعليقهم عن 1.5 مليون طيب. 1.5 مليون مستثمرة فلاحية أنشئت في الجنوب وفي الهضاب بسواعد الشباب الجزائري؟ هل طيب. هذه الملايين كلهم أبناء مسؤولين؟ أوكي. وصلت الفكرة وليد، أريد أن أدخل بعض الحقائق عشان ما يعني مش تتحولوا لتسألوا بعض طول الوقت سؤال وسؤال وسؤال، إنما منيح الواحد يكون عنده بعض الحقائق. الجزائر على سبيل المثال على مؤشر مدركات الفساد عام 2018 حسب منظمة الشفافية الدولية، صنف المؤشر الجزائر كدولة فاسدة
حسب منظمة الشفافية الدولية، حلت الجزائر في المرتبة 105 من أصل 180 دولة من حيث النزاهة. حازت الجزائر على 35 من 100 درجة صفر، يعني هي الأكثر فساداً، 35 اللي حصلت عليهم هي الجزائر. خلونا نتعرف أكثر. يستند المؤشر إلى 13 استطلاعاً وتقييماً للفساد. تحدد الاستطلاعات درجة الفساد في القطاع العام. يحكم المؤشر على ممارسات من بينها، يعني بيشوف هو استغلال النفوذ، الرشوة والمحسوبية. إذن لنرجع نقول إنه صنف هذا المؤشر دولة الجزائر على أنها فاسدة. وليد، هون شو بترد على هذه؟ هذا ليس رأي، إنما هذا يعني حقيقة من منظمة مستقلة بتعمل عن الفساد في كل العالم. نعم، أنا أرد عليك الآن بتقرير معهد جلوبال أند فاير باور الأمريكي، الذي صنف الجيش الجزائري من أقوى جيوش الشرق الأوسط وأكثر الجيوش تحكما في التكنولوجيا. أما هذه التقارير التي تنشر كما قلت اليوم، الجزائر تعيش حرب. اسمح لي، ما علاقة يعني أنت تتحدث عن الجيش؟ أنا أتحدث عن استغلال النفوذ، الرشوة والمحسوبية. أنا آتي إلى سؤالك. نعم، أنا آتي إلى سؤالك رويدا أخي الكريم. مثل هذه المعاهد يعني إلى ماذا استندت؟ هل أقامت يعني دراسة هنا في الجزائر؟ وما هي مدة الإقامة؟ هل هي سنة أو سنتين؟ هذه المعاهد تندرج ضمن منظومة دولية تتشكل من أجل صناعة حرب من الجيل الخامس تستهدف الدول العربية والإسلامية، مثل ما حدث في سوريا وليبيا ومصر. ونرى حالة العالم العربي اليوم، الغرب اليوم يريد أن يستهدف قوة العالم العربي ألا وهي الشباب، يريد تسويد الوضع العام في عقول الشباب الجزائري. وصلت استراتيجيتهم تشكك في هذه النتائج. مركز الجدير بالذكر أن هذه المنظمات يعني لا تتحدث فقط عن الجزائر، بل تتحدث عن كل دول العالم. لتقصي عن هذه لكن ترد عليه، تفضل. أنا سأرد عليه. أنا أقول له الذي يجب أن نشكك فيه هي الأرقام التي أعطاها لنا، وأنا سأجيبه في صياغة أسئلة التي أتمنى أن يجيبني. إذا كان لدينا هذا الكم من مناصب العمل، لماذا يفر الشباب الجزائري من الجزائر ويقول يأكلنا الحوت ولا يأكلنا الدود؟ نقطة ثانية، إذا كانت هناك هذه الملايين من المستثمرات الفلاحية، لماذا الجزائر التي كانت مطمور أي مخزون القمح أيام الاستعمار الفرنسي صارت اليوم تستورد تقريبا 90 إن لم نقل 100% من قمحها من فرنسا ومن روسيا؟ طيب، أيضا نحول السؤال حق الرد. وليد، تفضل. هذا كذب. طيب، هذا كذب. أولا السؤال الثاني كاذب جملة. طيب، وتفصيل. وليد، الإجابة وليد، نعم. السؤال إذا عم تقول هذا كذب، عم تكذب هذا الأمر. السؤال الأول دعني أجيب أخي. فضل. أجيبه هو أو أنت فقط؟ يعني من أجيب؟ أجيبه هو أو أنت فقط؟ تفضل، استغل الوقت وتفضل جاوب. تفضل. السؤال الثاني كذب وافتراء وتحامل على الوطن. الجزائر لا تستورد 90% من احتياجاتها من القمح الصلب. الجزائر بالعام السابق فقط قامت بتصدير ثلث شحنات من الشعير ومشتقات الألاف إلى دول أوروبية. الجزائر ستتحول خلال 2020 من مستورد إلى مواد البترولية المكررة مثل السولار والبنزين. طيب، إلى مصدر، وهذا بعد تحدثت وليد. لكن اسمح لي أن أدخل أيضا بعض الحقائق. طريق الحرير. طيب، وصلت الفكرة. اسمح لي أن أدخل بعض الحقائق أيضا. ليه في ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب في الجزائر إذا عم تتحدث كل هذه المشاريع وتأمين العمل؟ إذا نسبة الإجمالية اليوم 11.7 عند الشباب بين 15 و24 سنة، كما نرى على الشاشة 29% من الشباب اليوم عاطلين عن العمل. وليد، 29% من الشباب عاطلين عن العمل اليوم. نعم. حسب تريدينج ايكونوميكس. خليني ادخل عليك بعد ايضا بعض الحقائق الاخرى. وتيرة هجرة غير النظامية في ازدياد. حسب يعني موقع شروق اونلاين نقل هذه المعلومة. احصى الاتحاد العام للجزائر
الجزائريين بالمهجر 5000 عملية حرقة، أي هجرة غير نظامية قام بها جزائريون نحو إيطاليا وإسبانيا في 9 الأولى من 2018. أرجع الاتحاد ذلك إلى الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها هؤلاء الشباب. أيضا موضوع تقرير الهجرة غير النظامية من الجزائر سنة 2017، أسباب الهجرة انتشار الفساد، احتكار الثروة في يد فئة لا تتجاوز 10%، فشل السياسات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب حسب تقرير الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. إذن هذه التقارير ليست فقط من منظمات دولية ولكن من منظمات محلية جزائرية. وليد أنا ما عم بسمعك عادل، اسمعنا. تفضل وليد، ممكن اسمع وليد لو سمحتوا الإخراج لنسمع وليد. وكذلك مراكز دراسات دولية، لا يوجد أي تقرير إيجابي بحوزتكم. هي ليس الأمر موضوع إيجابي أو غير إيجابي، هو ما هو عن الواقع اليوم، والواقع يتحدث بأن البطالة بازدياد، الفساد هناك فساد. أفهم. هناك أيضا حسب الهجرة غير النظامية، من الموضوع ليس إيجابي أو سلبي، لا ندخل بموضوع الإيجابي أو السلبي، هو نقل الواقع ونقل الآراء المختلفة. كما أنك أنت موجود معنا هون عادل، شو ردك على وليد؟ اعتبر أنه هذا اللي قالوا عنه صالح هو كذب، أنت شو بتقول؟ لماذا لا تتكلمون لماذا لا تتكلمون أنكم تستقطبون الشباب إلى أوروبا وليد من أجل وليد الأمل في حقوق الفلاحية؟ وليد اسمح لي أن أعطي عادل حق الرد، استقطاب أعطي حق الرد. تفضل وليد، تفضل وليد، عفوا تفضل عادل، تفضل عادل. السلام عليكم. أريد أن أرد للأخ وليد هذا، يعني أنا أقيم في الجزائر وبدأ يشككني بأرقام وهذه على أننا نقدم تقارير سوداوية، وهذه بلادنا قبل ما تكون بلاد وتسع الجميع، ومش شرط أن نكون مقيمين في الجزائر باش ندافع على الجزائر. والأرقام اللي قدمتها هيئة حقوق الإنسان على ارتفاع وتيرة البطالة في الجزائر، احنا محتكين بهذه الشريحة، يعني الارتفاع يوميا، لأن هذا النظام كرس. هاي تسمعني؟ نعم أسمعك عادل، أسمعك تفضل. لأن هذه السلطة كرست الدروشة السياسية، الدروشة السياسية يعني طيب. أناس عادل بدي أدخل أنا فوراً بصلب الموضوع، في كتير بدنا نحكي عنه، بدي أدخل بصلب الموضوع. شفنا أرقام البطالة اللي أنا شايفها الآن قدامي، اعتبر نعم. وليد أنه هذه الأرقام منا صحيحة، وأنه ازدياد ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب بين 2012 و2019 بازدياد كامل. أنت اليوم مسؤول عن العاطلين، تتحدث باسمهم، كيف حال البطالة اليوم؟ كيف حال العمل حسب ما تراه أنت من داخل الجزائر؟ سوق العمل في الجزائر يعني مخصص لشريحة ما، يعني أصحاب المحسوبية والناس اللي عندهم أشخاص تمثلهم في السلطة، يكون الفرص مفتوحة. أما الشباب الطموح اللي عنده سوى الفكرة تاعو أو شهادة الدبلوم تاعو، فهو يوجد يتلقى بالرفض من أي سلطة، من أي إدارة يتقرب لها. لذا الأرقام اللي قدمتها واللي قال عليها الأخ صالح حجاب ونحييه مرة أخرى إنه صديقي وتلقينا في غزة الصقري، أرقام صحيحة، ويمكن أكثر من 29%، لأن البطالة يوميا. والشيء اللي أكد إنه العدد الشباب اللي فروا، العدد الجزائري اللي فروا في 20 سنة أكثر من عدد الشباب اللي فروا في 20 سنة، وهذا يدل على تأزم الوضع في الجزائر. طيب يعني أنت تحدثت عن هذا الأمر، سعيد أن ينضم إلينا كما وعدنا في البداية عضو بأمانة الإعلام المركزي في للحزب الحاكم، أهلا وسهلا مالك بن قاسم، سعيد أن تنضم إلينا لو متأخرا ولكن أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. يا هلا مالك. مالك سمعت عادل، سمعت الضيوف المختلفين، موضوع البطالة اليوم مين بتحمل مسؤوليته؟ شباب يشتكي ما في شغل، 30% حوالي 30% كما نرى، 29.1% البطالة بين الشباب حسب Trading Economics. أنت اليوم بتمثل الشباب في الحزب الحاكم، في فرص عمل ولا هو تقصير من الشباب؟ ماذا تقول؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. أنا في حقيقة الأمر أريد أن أتكلم عن الواقع ونبتعد عن سياسة الكيل بمكيالين، أي نبتعد عن أنه كل أحد فينا ينظر من زاوية نظره
أو من زاوية الحياة التي يعيشها، يجب أن نتكلم الأمور الواقعية. اليوم في الجزائر لدينا برنامج اقتصادي، لدينا برنامج خاص بالشباب. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قام ببرنامج خاص للشباب وتمثلت في قروض أونساج أونجام، ويعني لما يتكلمون على البطالة، من يعمل في قطاع الصحة؟ أليست أغلبية الأطباء المختصين هم أطباء شباب؟ من يعمل في قطاع الإعلام والاتصال؟ أليست أغلبية الصحفيين شباب؟ أليس أغلبية المحامين شباب؟ أليست أغلبية القضاة شباب؟ ولكن في المناصب التنفيذية اليوم في الجزائر شباب؟ ولكن مالك خلينا أسأل بلال، خلي بلال يرد، لأنه بلال بيشتغل بضمان الإعلام ويعاني من ذلك حسب ما يقول. بلال ترد على مالك، شو بتقول له؟ برد عليه بقول له، راح نقول له باللي يعني معظم الصحفيين واللي يستغلوا في القنوات الخاصة هم أبناء أبناء أبناء، وأكرر هذا، أبناء مسؤولين وأبناء أبناء الناس اللي باعوا شرفهم وباعوا أرواحهم، رام أولادهم رام يخدموا تما، والصحفيين اللي باعوا أرواحهم، بس بالنسبة لي مو صحفيين، لأن شفت بعيني صحفيين. بلال لماذا ليه عم تتهمون؟ بلال ليه عم تتهمون؟ ليه عندك هيدا الانطباع؟ شو الدليل على كلامك أنت؟ لأنه أنا شفت بعيني ناس اللي ما عندهم الشهادات هم يشتغلوا في ميدان الصحافة. وبالنسبة ورد عليه بالنسبة للقروض لونساج ولونجام وكل هذا راكم تبدوا للشباب، تدوه للهاوية بهذا القروض، لأنه ما كاش متابعة، تعطي له دراهم وما تتابعوش، ما تتابعوش في يبني المشاريع وما توجهوش. هذه أول حاجة. وثاني حاجة نهبط أنا وياك إلى الشارع. طيب. مالك؟ الآن نروح إلى الشارع، ننزل أنا وياك ونشوف ونسقسوا الشباب. أنا ابن حي شعبي وزرت 48 ولاية، وما كانش ولاية اللي رحت لها وما لقيتش في الشارع، ما كانش هناك ناس تبيع مخدرات. شباب عطل عن العمل. هيدي وجهة نظرك مالك. مالك ما عارف أي شيء عن المشاريع التي تتحدث عنها. نعم، اولا انا يعني جد مستاء ومتاسف لما اجد شاب جزائري يطعن في شرف وعفه الاف الصحفيين والصحفيات الذين يعملون في القنوات الخاصه، وما تكلم به امر جد خطير. بنهايه الامر انا انتمي الى الاسره الاعلاميه، وهؤلاء الصحفيين ابنائنا، فلماذا يطعن فيهم؟ وعندما ترى شخص يطعن في الصحفيين وفي الشباب الذين يريدون أن يكونوا مستقبلهم في بلدهم الجزائر، فكيف تنتظر منه أن لا يطعن في دولته وبلده ومؤسسات الدولة الجزائرية؟ أما فيما يخص ما تكلم به أنه سوف نؤدي بالشباب إلى الهاوية عن طريق مشاريع لونساج ولونجام، فأنا أجيبه أن الشباب سيد في الجزائر، ومن حق الشاب في الجزائر أن يستفيد من قرض بنكي ويستفيد من تجربة ويخطئ. الشاب مسموح له أن يخطئ، فهو في نهاية الأمر في دولة ذات سيادة مستقلة هي دولة الجزائر، وهو في حماية الدولة والحكومة والرئاسة، والرئيس عبد العزيز بوتفليقة متكفل شخصيا بالرعاية بالشباب. فأين هذا الشيء الذي يتكلم عنه؟ طيب. نحن لا نقول أن الجزائر مالك. نحن مالك. لا نقول أننا بدي أسأله أنا. خلينا نسأل بلال، لماذا لم تحصل على هذه المشاريع؟ لا دعني أكمل لك الفكرة فقط. نعم، الجزائر فيها نقائص وفيها أمور سلبية، ولكن نحن اليوم أحزاب وسلطة وطبقة سياسية متكاتفين موحدين للخروج بالجزائر إلى مصاف الدول الكبرى. طيب. نحن نعمل والآخرون يتكلمون. أوكي. تفضل صالح. أنا صراحة أنا أريد أن أشير إلى نقطتين. الكلمة الذي قالها الأخ من الجزائر عندما كانت هذه الكلمة معروفة، قالها أحد، قال لا أخاف أن يموت عبد العزيز بوتفليقة رئيسا، أخاف أن أموت أنا وبوتفليقة رئيس، ومات مايدي ربي رحمه. لهذا كما قلت في بداية الحصة، الشباب يرى، وبوتفليقة كان في الحكم منذ 62، منذ الانقلابات التي شارك فيها. عندما أجيب الأخ الكريم، قاموا ببيع جل الشركات العمومية بدينار رمزي، ثم أعطوا المشاريع والأموال
يسمونهم أرباب أعمال ولكنهم قاربون من السلطة، أعطاهم كل المشاريع بدون منافسة. وعندما نتكلم عن الإعلام، هل الإعلام مفتوح في الجزائر أم هناك اليتيمة وأخواتها قنوات السلطة وبنات عمها القنوات الخاصة التي تجتر كلام السلطة وتأخذ الإعلام؟ وصلت مالك. مالك، هل في أصلا حرية إعلام حسب عم يسأل صالح؟ تفضل. بسيط. لا بدي أعطي لمالك. تفضل مالك. سأجيبه. أولا نعم سأجيبه. فيما يتكلم عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو رئيس للجمهورية الجزائرية ورئيس منتخب من الشعب الجزائري، ولا يحق له أصلا التكلم عنه. أما فيما يخص حرية الإعلام، الجزائر مالك دولة مالك قانون. مالك ليه ما بحلو يحكي عنه؟ ليه ما بحلو يحكي عنه؟ أن يبدي رأيه. لماذا لا يحق له أن يتحدث عنه؟ رئيس البلد كل إنسان حسب القانون بحال ينتقد ويحكي عنه، ليه لا؟ ينتقده ولكن لا نتمنى لشخص أن يموت. هل من المعقول يا سيدي الصحفي؟ ما قال هي. خلينا نميز. أريد التوضيح. لي منتخب وفق معين وفق آلة تزوير. تفضل. وفق آلة تزوير. تفضل. تفضل. تفضل مالك. هذا الشخص يطعن في ملايين الذين صوتوا لصالح عبد العزيز بوتفليقة. الشعب الجزائري يحب الرئيس ويصوت عليه، لماذا يخافون من عبد العزيز بوتفليقة؟ لديهم برامج، هل لديهم البديل، هل لديهم شخصيات فليتقدموا إلى الصندوق. أما لما يتكلم عن حرية التعبير، الجزائر بلد ديمقراطي والكل يتكلم في القنوات الخاصة. لدينا ما يقارب 100 جريدة مكتوبة وأكثر من 100 جريدة إلكترونية يوميا. مالك. والساحة مفتوحة للجميع، الكل يبدي رأيه. مالك وصلت الفكرة. سألت سؤال بس اليوم يعني الجزائر على التصنيف العالمي لحرية الصحافة في عام 2018 حلت الجزائر في المركز 100. لحرجع نشوفها. الجزائر اليوم على التصنيف العالمي لحرية الصحافة حسب مراسلون بلا حدود، الجزائر في المرتبة 136 بين 180 دولة. تراجعت الجزائر مركزين عن تصنيف 2017. صنف وضع الصحافة في الجزائر بالوضع الصعب، يعني في تحديد على حرية الرأي والتعبير حسب مراسلون بلا حدود. وليد اسمعنا الآراء المختلفة. في سؤال سأله مالك اليوم، ما في أنت اليوم ألا ترى بديل عن الرئيس بوتفليقة؟ يعني يا هو أو ما في بديل عنه؟ أخي الكريم لو تكرمت وتدعني أتكلم يعني دقيقة بدون مقاطعة، يعني ألا تهتمون إلى مطالبة أكثر من يعني أكثر من حوالي 4 ملايين شاب منخرط في المنظمات الطلابية والشبانية في الجامعات التي طالبت بضرورة أن يكمل السيد رئيس الجمهورية مسار البناء والتنمية والاستقرار؟ ألا تلتفتون إلى أكثر من 3 ملايين مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني الذين يطالبون منذ أكثر من سنة بضرورة أن يترشح السيد رئيس الجمهورية هم ورفقائهم في التجمع الوطني الديمقراطي وأمل الجزائر والحركة الشعبية والاتحاد الوطني الشبيبة الجزائرية والاتحاد الوطني النساء الجزائريات؟ ألا تحترمون إرادة هؤلاء؟ إذن الساحة السياسية في الجزائر مفتوحة للجميع. من لديه مترشح وهو مقتنع به فليصوت عليه، وكلنا حراس على صناديق الاقتراع بما فيها الهيئات الأممية والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية وكل الهيئات الأممية تراقب يعني شفافية ومصداقية الانتخابات الجزائرية منذ 99. ألا تلتفتون إلى وضع الدول العربية؟ عفوا أخي، ألا تلتفتون؟ عفوا أكمل 30 ثانية لو سمحت. ألا تلتفتون إلى وضع الدول العالم العربي وما تعيشه من خراب ومن تدمير؟ ألا تتعظون بما يحدث في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن ويعني حالة التردي؟ أم تريدون أن نجعل بلدنا مختصا في السياحة الجنسية وفي ترويج المخدرات مثل المملكة؟ هذا عيب. الجزائر بلد العزة والكرامة. وليد في أسئلة كثيرة حول كلامك. في أسئلة شو بترد عليه؟ قال لك وليد وصل عم أقول لك أنا اليوم ما عندي خطاب، ما عندي محاضرات، عندي أسئلة. وصل كلامك. تفضل. دعنا نتناقش يا أخي الكريم. إذا تكلمت عن هذه الملايين أو هذه، حتى هذا الذي يسمى حزب جبهة التحرير هو جهاز وقاموا بخلق أجهزة تابعة له لخلق هذه الواجهة الديمقراطية، وعندما يتكلم لي عن هذه ملايين، لماذا اضطروا إلى أخذ حافلات وإعطاء السندويتشات وأموال لكي يملأوا القاعة البيضاوية ولكي يقولوا أن الشعب يطالب هذا الرئيس؟ هذا كذب. يا سيدي هذا كفاكم استغباء للشعب. هذا
كلامك انت وكلام البلطجيه خلينا من الكلام هذا كلامك خلينا انا اقول لك من رايك انت وفكرك من سيخلق اليمن الذين لا يعترفون لا بالقانون هو المنظمه الفاسده التي تريد ان تقحم الشعب ان يتغارب الشعب. سيدي الكريم في هذه السنه قامت هذه لماذا هذه الطريقه؟ الجزائر بلدكم، هذه هي ديمقراطيتكم. تكلم لوحدك. مجلس النشاط الجمعوي عن أي جمعوي؟ نحن لا نغلق الأبواب في وجه أي أحد، لكن لا نسمح أبدا بالتطاول علينا. اسمحوا لي جدير بالذكر، إذا تحدثتم لا أهاجم بلدي، وليد لو سمحت، إذا تحدثتم مع بعض خلال مع بعض ما رح يسمعكم المشاهد، ما رح تستفيد أي شيء يا وليد. وليد أسلوبك ما رح تستفيد منه شيء، يا بيكون في حوار تسمعوا لبعض يا ما في ضروري. كرمال هيك أنا رح اضطر انتقل الآن إلى الشارع الجزائري وخليهم يهدوا شوي هنا بالاستوديو، وأيضا وليد لأنه يا بيحفوا حوار مع بعض أو ما ضروري الواحد ساعتها يتحاور. إذا ننتقل للشارع الجزائري ونسمع رأي الشباب في الشارع الجزائري ونعود بعد ذلك ونتابع. ترشح عبد العزيز بوتفليقة غير دستوري، غير قانوني وغير أخلاقي كذلك، لأنه إنسان مريض، إنسان مقعد، عنده 7 سنوات ما تكلمش مع الشعب الجزائري، لا يمثل الجزائريين في المحافل الدولية. بالنسبة للترشح تاع الرئيس الحالي شفاه الله، أنا نظن باللي ترشح تاعو كترشح أي مترشح كيما مهدي غاني كيما طاهر ميسوم، صافي هادوم كان عندهم أنصار وترشحوا، ودا عنده أنصار وترشح. مادا بينا نشوف لجان أخويا، نحنا الناس قاعدة تحرق قاعدة تموت، الناس قاعدة تروح في الفلايك، ما على بالهم حتى شيء، والرئيس في غايب الدنيا تشوف فيها، الناس رشحونا وحايدة، والله ما هزلك تشوف الناس المترشحة هذيا. أنا نظن لست أنا فقط، وإنما جميع الشرائح الممثلة للشباب وللطلبة هي مع بقاء المجاهد عبد العزيز بوتفليقة على رأس هذه السلطة التي تحكم البلاد. الناس كاملة على بالهم بلو إنسان مريض لا حول ولا قوة له، يعني احنا نتمنوا يمدوا هذه الشعلة لاجو ناس الجغيان اللي راهي مثقفة اللي راهي واعية راهي باغتو، ونروحوا نلقاهم. يعني الدستور الجزائري يقول الإنسان اللي ما يكونش كامل القوة تاعو ذهنيه وصحيه ما يترشحش، هذا هو. احنا ما نجد ضد الشخص. ناخذ السؤال من الشارع واعطيه لك وليد. الشخص الاخير الرجل الاخير قال لماذا اليوم عندك رئيس عنده حاله مرضيه معينه، لماذا لا يتم اعطاء الشعله لشخص ثاني ولا يرتبط بلد بشخص؟ لانه الرئيس هي وظيفه وليست شخص، هي مش حكم لشخص. شو بترد عليه؟ لا وظيفة بالنسبة للدول الأوروبية، رئيس الجمهورية موظف، نحن بالنسبة لنا رئيس الجمهورية هو زعيم الجزائريين ليس موظف، هو من يتحمل أعباء قيادة الدولة. أعود إلى ما تفضل به الأخ الكريم المواطن الجزائري الذي علق عبر قناتكم الكريمة حول صحة رئيس الجمهورية. أنا أعتقد أن صحة رئيس الجمهورية بس اسمح لي وليد، في أشياء ما يعني ما في مرئة، اسمح لي، في أشياء ما في مرئة. أجيب لما بتقلي أنت إنه الرئيس هو زعيم، الرئيس يتم انتخابه من قبل الشعب. نعم. ينتخب هذا الرئيس وهو موظف بالنهاية. نعم. مثل أي. نعم. شخص آخر بيقبض. نعم. معاش من الدافعين. نعم. الضرائب وعنده وظيفة. نعم. معينة. إذا كان عنده حالة مرضية معينة لا يستطيع أن يقوم بمهامه. نعم. فهو هذا بالنسبة لكم أخي الكريم، بالنسبة لكم في أوروبا أو في لبنان أخي الكريم. لا ما في وليد اسمح لي، يعني أنت تقول، أنت قلت قبل شوي في أن يتم هناك انتخابات ديمقراطية، إذا تقول إنه اليوم ديمقراطية، الديمقراطية تقول هذا الرئيس هو موظف، الزعيم في فرق بين الرئيس والزعيم، يعني عندك زعيم حي، عندك زعيم منطقة، ولكن الرئيس. نعم
عشان عندي أسئلة يعني هذا برنامجي ولا يمكن أن أسمح يعني بيمر الكلام ممكن عادي أنك تشكل في أسئلة وتتكلم. في بعض الأجوبة علي أن أسأل لأنه الجمهور موكلني اليوم أنا هون أسأل. لما أنت بتقلي الرئيس هو الزعيم فهناك فرق يجب أن أعرف الزعيم غير الرئيس. وتفضل أنت تقاطع كثيرا بدون فائدة. طبعا من حقي تفضل دعني أجيب. استغل الوقت وجاوب. تفضل بسؤال دعني أجيب. لماذا تقاطع يعني؟ تفضل. نعم لا تقاطع فقط، لا تلعب لي على الأعصاب لأننا مدربون جدا على خوض حروب الجيل الخامس. استغل الوقت وأجيب مهما كان كبرها. استغل الوقت وأجاوب لو سمحت. لا تزحزح الجزائر. الجزائر أخي الكريم، الجزائر أكبر من أن تهزمها صفحات فيسبوك أو قنوات ممنهجة. نظرت في تقاريركم كلها، لا يوجد أي تقرير إيجابي واحد. تقرير إيجابي واحد لا يوجد. يعني هذه الجزائر التي تزعج أوروبا لهذه الدرجة، نحن ننتظر من أوروبا ومن غيرها من الحركات السرية الماسونية والصهيونية التي تعمل على إركاء الجزائر. طيب اسمع أخي، الشعب الجزائري عندما تتحدث ضيوفي عم يضحكوا. نعم الثورة وليد، أنت عم تتحدث في ضيوفي عادل وبلال عم يضحكوا وهني جزائريين ومنهم أوروبيين أو إلى ما هنالك. تقاريركم الفاشلة أخي الكريم. الشعب الجزائري حارب الحلف الأطلسي بأكمل، حارب فرنسا وحارب الإرهاب. شكرا وليد، شكرا لك، شكرا لك على اجابتك. عادل عم تضحك عندما تحدث وليد. ليه عم تضحك وانت جزائري؟ يعني انت من الجزائر ومن داخل الجزائر وجزائري ولست اوروبي او الى ما هنالك. تفضل. ضحك لأنه الأخ وليد ذكرني بما قلت، هو يقول بأنه ينتمي لحزب التحرير الوطني ولا أظن أنه يعرف قامة الجزائر لأنه عايش في أوروبا ويتعامل مع الاستخبارات الأوروبية فقط، لهذا يضحك. ما هذا المستوى؟ ما قال يعني تعجبه عن المستوى هذا يعني. عادل علي أن أدخل وليد دون شخصنة الأمور وتوجيه الاتهامات، بدون شخصنة الأمور وتوجيه الاتهامات، لأنه هيدا خلينا مستوى الحوار والاحترام دون توجيه الاتهامات. شكرا لك علي ذكر عامل. عادل تفضل. الاتهامات والشخصنة أكثر مما وجهتموها. تفضل عادل. والله يا أخي الفاضل، نحن في زمن الرداءة والرداءة يعني أناسها، والحمد لله احنا حاولنا أننا ندخلوا الرئيس لم يترشح أصلا. يعني تسويدون الوضع العام. اسمحوا لي عادل أنت أيضا اسمحوا لي، خلونا إذا بتريدوا لا جميع ضيوفي خلينا ضمن أداب معين واحترام معين لاتجاه بعض بدون توجيه الاتهامات ولا شخصنة الأمور ولا قمة الاحترام. إذا بتريدوا تفضل عادل فورا صار بالموضوع. أوروبا تعال إلى الجزائر وابني معنا الجزائر. هو مقيم في الجزائر. هو مقيم في الجزائر يا وليد اسمعني، هو مقيم في الجزائر. تفضل عادل من الجزائر وعارض من الجزائر مثل ما توجد عشرات الأحزاب المعارضة في الجزائر. أوكي. ولم يعتقلهم أي أحد. عادل مقيم في الجزائر والكلام لإلك الآن. عادل تفضل. نعم أنا مقيم في الجزائر في مدينة اسمها ولاية باتنا، هي جات في الشرق الجزائري، عاصمة الأوراس وهي شرارة الثورة التحريرية. ونحن لسنا هنا اللي بس يعطينا الأخ وليد دروس في الوطنية. باتنا يمثلها أبناء الثوار، أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء. عاصمة الأوراس المجيد لا يمثلها أمثالك. أبناء الأوراس لا يقذفون في وطنهم في قنوات خارجية. لو سمحت وليد اسمحوا لي وليد، لو سمحت احترم جميع الضيوف بدون توجيه أي اتهامات. وليد احترم جميع الضيوف، ليس على لدي أن أقرر ذلك. احترم جميع الضيوف والجميع يحترمك أنت أيضا. إلا نفسك. احترم جميع الضيوف إذا بتريد، في أداب معينة موجودة في هذا البرنامج أرجو منك أن تحترمها. أنت تحترمها. عندما تحترمها لو سمحت بتكون ضيفي إذا بتريد. أرجو منك أنت أن تحترم ضيوفك. أنا أحترم ضيوفي. شكرا لك. شكرا. أحترم ضيوفك. هذا بالنهاية أنت تمثل حزب، أنت تمثل حزب ولديك وظيفة ولديك منصب. يعني أنت لا تنسى أنت تمثل حزب ووظيفة. أنا أمثل الشباب الجزائري أخي الكريم، لا أمثل أي شيء. نحن معنا شباب جزائري مختلف، لذلك عادل أخي الكريم. نعم. لا نتقاضى أي أجرة. نعم أنت تمثل حزب وشباب، لذلك أرجو منك أن نتحدث باحترام. صحيح؟ تفضل عادل. نعم
يا أخي الفاضل لم نأتي هنا للسب والشتم ولا الاحترام عليه من يحترم عليه أن يحترم. عادل تفضل، عادل الكلام لإلك، تفضل عن نسمع لك كلنا لإلك يا عادل. تكلم بطريقة عادية، من سب ومن شتم من أجل معالجة المشكلة اللي راهي تعيش فيه الجزائر، وهو غياب الشرعية، لأنه المادة 102 من الدستور الجزائري يعني كانت واضحة غائب غائب رئيس الجمهورية التام. إحنا لم نرى رئيس الجمهورية بل رأينا رسالة قرأت علينا في النشرة. ومن يستقبل الوفود؟ ومن يستقبل رؤساء الدول الأجنبية؟ ومن يرأس اجتماعات الحكومة؟ من يرأسهم؟ لم تكن حاضرا أنت في من يقرر؟ من يمضي على المواثيق والمراسم الرئاسية؟ لم ترى أنت هل بوتفليقة أمضى تلك ذاك، ولا نعلم حتى من يمضي، وهذا الشيء يعلمه يعني الصغير والكبير في الجزائر. والله والصراحة الشعب الجزائري يعيش حالة من القنوط لم يعرفه، يعني الشباب يعني قنبلة موقوتة. عادل عادل بس اسمح وليد. أوكي عادل وليد 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 بن قرون ممثل حزب الحاكم اليوم الجزائري معي في الحلقة. يبدو أنك انصرفت، ما عارف إذا عم تسمعنا، رح نحاول إذا عم يسمعنا، إذا ما عم يسمعنا بهمنا كتير يكون في حضور الجميع وتمثيل للجميع، وأيضا يكون معنا أصوات مختلفة، ولكن يبدو أنك قررت أن تترك هذا البرنامج اليوم وتترك الحوار. طبعا أنت دائما مرحب بك في برنامجنا، وكنت عم تشارك معنا وعم تحاور معنا، ولكن قررت أن تذهب. أنت عندك حرية الاختيار والحرية الشخصية، ولكن أنت دائما مرحب بك أن تشارك في شباب توك، وكان بهمنا اليوم أن يكون معنا اليوم أصوات مختلفة وأيضا تمثيل من الحزب الحاكم. كان معنا وليد بن قرون قيادي في هذا الحزب ومسؤول عن الحملة الإعلامية للرئيس بوتفليقة. ممكن بأي لحظة ترجع تشارك معنا أو تعبر عن رأيك وتقول عنا على الفيسبوك أو على تويتر، أو تقرر أنه ترسلنا رسالة ونحن نعرضها عنا على الصفحة، لأنه هذا مهم جدا. كان أملنا يكون في حوار بين الجميع وبين الكل، علي أن أذكر هذا الأمر. وأعود الآن إلى متابعة البرنامج. عادل أنت كنت عم تتحدث، تفضل. والجدير بالذكر أنه ما زال معي أيضا ممثل عن الحزب الحاكم عشان أيضا يكون في معنا أصوات مختلفة. تفضل عادل. نعم أخي الفاضل، وإحنا كشباب يعني جزائري نحب الخير للوطن تاعنا، ولسنا فاتحين أذاننا لأمثال هؤلاء الأشخاص اللي تكسر العزيمة التغيير في الجزائر. ورد عليه كما قال أحمد مطر، من رضع من ثدي الذل والهوان تخيل له بأن الحرية خراب ودمار. يعني لما تلقى شباب ولا تلقى في المهجر ولا في الجزائر في الداخل يطالبوا بالحرية، نجد سلسلة من الاتهامات. عادل من عادل, من عادل نعم عندي نعم عندي أنا عندي سؤال لإلك، عندي أنا سؤال لإلك، أنت شو اعتراضك بالضبط على الترشح للرئيس بوتفليقة؟ شو السبب؟ طيب بعتذر منك بس دقيقة، لازم كنت رد عليك، ولكن ممكن نشوف الكاميرا. عاد وليد بن قرون نعم. عم تسمعني وليد؟ نعم. لأنه ذهبت فجأة وعدت. ليه ذهبت؟ وأهلا وسهلا بعودتك. تسمعني وليد؟ أوكي وليد يبدو أنه ما يسمعني، ولكن المشاهدين شايفين أنه رجع. رح نشوف شو سبب أنه ترك وأهلا بعودته. حتى ذلك وليد عم تسمعني؟ وليد بتسمعني؟ أوكي وليد بعد ما بيسمعني، عفوا على المقاطعة. عادل بعتذر منك، تفضل. شو اعتراضك يعني على تفضل يا أخي جعفر. نتحدث بلغة المنطق، لا يوجد إسكي يترشح. هناك رسالة، هناك رسائل كانت تبث طيلة 6 سنوات أن الرئيس دشن، الرئيس عزة، الرئيس الفلاني، ولم نرى يعني من ناحية أخلاقية عيب وعار أنه شخص مريض وفي حالة يعني لا يرثى لها وفاقد يعني الوعي وفاقد طيب. حتى عادل عادل هل بتتمنى يعني بعض الشباب الجزائري، هاي سؤال للجميع، بعض الشباب الجزائري بيتمنى يشوف الرئيس، يسمعه، يعرف شو بيقلن، شو بيخطبن؟ هل هيدا اللي مشتاقين له يعني كشباب، انه تعرف مين الرئيس اللي عم يترشح، شو بيقول، شو تفكيره اليوم؟ لانه اخر ظهور له هو منذ سنوات، حسب 2012 ماي 2012. هيدا بتشتاق له انه تعرف مين هو مرشحي، من يمثلني؟ القضيه اكثر من الشوق لرئيس، واكثر من معارضه انسان لا يملك القدرات للترشح. القضيه قضيه تغيير حقيقي، لان هذا الرئيس يمثل نظاما الذي يعني عمم الفساد
الفساد في كل الميادين، الذي لم يبني اقتصاد جزائري، الذي هجر الكوادر، الذي يضع الحياة الجزائرية على المحك، هي في خطر. بس علي أن أذكر أيضا أن نتائج التصويت في انتخابات الجزائر الرئاسية عام 2014 عبد العزيز بوتفليقة كما نرى الآن حصل على 81%. مزورة، لأن حتى نسبة المشاركة هناك من كان والي ولات وقالوا نحن تأتينا أوامر لكي نقوم بالتزوير. نسبة المشاركة لم تتجاوز من 10 إلى 15%. الجزائريون لم يجدوا بدا لكي يعبروا عن رأيهم إلا المقاطعة وفيسبوك. طيب، ولكن تأسست الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية وطنية بعينها رئيس الجمهورية. نعم. تتكون الهيئة 140 أعضاء، نصفهم من كبار القضاة، النصف الآخر المجتمع المدني. ما عندك ثقة فيهم؟ الهيئة عينها الرئيس، الرئيس يعين رئيس المجلس الدستوري، يسمح لي، يعين شخصين، والست أشخاص الآخرين يعين هو من يعينونهم. إذن اللعبة، الأمور ملعوبة. مالك ردك على موضوع يعني نزاهة هذه الانتخابات. مالك، تفضل. أولا أريد يعني أن يكون هذا البرنامج فضاء للنقاش، ولكي نوصل الفكرة للمشاهد عبر العالم وعبر الوطن الجزائري. لهذا أرجو أن نترفع بمستوى النقاش ونبتعد عن التجريح في الأشخاص مثل ما كان يقومون الإخوة في البلاطو قبل قليل. الشخص لما يطعن ويقول بأن الانتخابات المزورة، دعونا نتكلم بنفس الكلام الذي تقولوه أنتم. أنت قبل قليل الأخ كنت تتكلم عن منظمات دولية، تتكلم عن الفساد في الجزائر. لماذا لم تتكلم عن المنظمات الدولية التي دعيناها لمراقبة الانتخابات في 2014؟ تلك المنظمات الدولية التي راقبت الانتخابات في 2014 زكت العملية الانتخابية ولم تقل بأن الجزائر حصل فيها تزوير، يعني هذا دوليا. أما فيما يخص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، الهيئة المستقلة والقضاة والولاة، فهؤلاء أشخاص محلفون، يعني يؤدون القسم. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مالك، مالك، طيب هلا، طيب ليه عم يتم اعتقال؟ بس عشان افهم، لماذا يتم اعتقال اليوم من يتظاهر؟ ليه في تضييع على حريه التظاهر اليوم في الجزائر بنتيجه العاصمة. الانتخابات ممنوعه بالعاصمه. ساجيبك اخي تفضل. من المفروض، دعني اجيبك اخي، تفضل. من المفروض انت لما تخرج تتظاهر، معناها أنت تريد أن تطالب بحق وتعترف بالقانون. فلما أنت أول أحد يطعن في القانون، يعني لا يجتمع الشيء في الشخص ونقيضه، فأنت تطالب بحرية التعبير وتطالب بمطالب وتطالب بأن يطبق القانون، وأنت أول ما تتعدى على القانون بالخروج إلى المظاهرات في العاصمة. والجزائر دولة قوانين، وقانون الجمهورية يقول بأنه غير مسموح التظاهر في العاصمة. أما فيما يخص في الولايات الأخرى، أنت لما تخرج تتظاهر يجب أن يكون عندك مطلب وحق من حقوقك تنادي به. لماذا تتعدى على حقوق الآخرين؟ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مواطن جزائري لديه الحق في الترشح، هو ترشح بس إلى أيضا المواطن مالك، المواطن لديه الحق في التعبير عن رأيه. المواطن هيدا حق إنساني، هيدا حق من حقوق الإنسان أن تعبر عن رأيك. نعم، بكل نعم حرية. سأجيبك حق، نعم 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 سأجيبك، نعم بكل حرية لديك الحرية في التعبير عن رأيك. الجزائر متوجهة إلى عملية انتخابية، فتذهب إلى الصندوق وتدلي برأيك. إذا كنت ضد الرئيس لا تصوت معه، إذا كنت تدعم مرشح آخر تصوت عندي معه، إذا كنت تطعن في العملية الانتخابية اتركها ورقة بيضاء. مالك، لماذا لا مالك، مالك عندي دقيقتين، عندي دقيقتين، يبدو أنه بس بدي أنا عندي دقيقتين، لماذا نريد عندي دقيقتين فقط. المشاهد شاف نعم. انه وليد بن قرون نعم. تركنا نعم. والان الوليد وليد عاد. وليد، ليه تركتنا؟ وليد مشكل تقني، حدث مشكل تقني، مشكل تقني، تركت الكرسي ومشيت. حدث مشكل تقني على مستوى بس انا شفتك انت وقفت من الكرسي ومشيت. نعم، لانكم قطعتم البث اخي الكريم. وأنا لم نقطع البث، لو قطعنا البث ما عدت الينا. نعم، الان لانه انقطع البث فقط. انا هنا من اجل الاجابه عن سؤال. ما كنت على الشاشه؟ لا نعم وليد، انا هنا. ما انت نعم كنت على الشاشه طوال الوقت. لو في فرق بين ينقطع البث وبين واحد يوقف يشيل السماعه ويمشي، هيدي ما لها علاقه بقطع البث.
نعم، لأن انقطاع الاتصال تم على مستوى السفر، لم أعد أسمع شيئا ولم أعد أرى شيئا، ولهذا غادرت. وعندما علمني الصحفي أنه ما زال البث متواصل أنا عدت. غريب لانه ايضا مالك طالع معنا، غريب الامر فعلا، يعني علينا ان نسال لانه مالك طالع معنا ايضا من الجزائر ولم ينقطع البث، وانت وقفت قبل ان ينقطع البث وهلا عم ينقطع البث، بس هذا غريب لانه عاده ما بيحصل. دعني اجيب اخي الكريم على بالإخوة الكرام. أوكي. عادة ما بيحصل، وصلنا للنهاية، بحاجة كتير للنقاش حول هذا الأمر. شكرا لجميع ضيوف الحوار، مستمر على الفيسبوك وعلى تويتر، وخلينا عم نناقش ونتحاور. إلى اللقاء.